السلام عليكم يا شباب، النهارده حلقة جديدة من حلقات ديكور جايب لكم فيها موضوعين مهمين جدا، لعنة الفراعنة والبوذيين اللي بيغلوا نفسهم في الزيت. أول حاجة معانا لعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة خدت شهرة عالمية لأول مرة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922 في وادي الملوك قريب من الأقصر كده، لما هاورد كارتر عمل فتحة صغيرة كده في المقبرة وعلشان يشوف الكنوز اللي جواها اللي بقالها 3000 سنة، وكانت كنوز حرفية، والكنوز دي اتحطت تحت عناوين في أكبر الصحف في العالم كله. حصل الجدل بقى لما مات اللورد كارنر فون، وده كان راعي البعثة، لكن هو في الحقيقة مات بسبب تسمم في الدم وما كانش موجود ساعة فتح المقبرة. ما كانش فيه إلا 6 أشخاص من أصل 26 شخص ماتوا كلهم في السنة دي، لكن كارتر نفسه اللي المفروض ان هو هدف للعنة دي مات سنة 1939، يعني بعد حوالي 20 سنة من فتح المقبرة. بس برضو لعنة الفراعنة ما فقدتش اهتمام الناس. قدم عالم المصريات دومينيك بحث مكثف عن مفهوم اللعنة في صحيفة The Independent البريطانية، وقال ان فكرة لعنة الفراعنة كانت قبل اكتشاف كارنر فون لمقبرة توت عنخ آمون، وبيعتقد ان هما بيزيلوا كفن موميا معينة مصرية، ده بقى ألهم كاتب معين يكتب عن لعنة الفراعنة. وبيأكد دومينيك في المقابلة وبيقول ان بحثه مش لنفي فكرة الأصل المصري للعنة الفراعنة، لا ده أكد في البحث بتاعه ان فكرة لعنة الفراعنة ما كانتش بس بدأت من المؤتمر الصحفي بتاع سنة 1923 بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، قبل كده بكتير. وبتعتقد عالمة المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سليمة إكرام إن فكرة لعنة الفراعنة كانت موجودة في مصر القديمة زي نظام حماية بدائي، لاحظت إن بعد جدران المصاطب، ودي قبور قديمة على فكرة بس مش على شكل هرم، الكلام ده كان في الجيزة وسقارة، كان منقوش عليها لعنات كده كان المقصود منها إن هم يخوفوا اللي يحاولوا يسرقوا أو يدنسوا المقبرة الملكية، والتهديد كان بعقاب إلهي من مجلس الآلهة أو الموت عن طريق التماسيح أو الأسود أو العقارب أو التعابين. في السنوات اللي قبل كده اعتقد العلماء إن لعنة الفراعنة ليها علاقة بطبيعة بيولوجية، يعني هل المقبرة ممكن يكون فيها جراثيم خطيرة أو مميتة للي هيفتح المقبرة بعدها بآلاف السنين مثلا؟ المقابر ما كانش فيها جثث حيوانات وبشر بس، لا ده كمان كان فيها أكل علشان الحياة اللي بعد كده. في دراسات أظهرت إن المومياوات القديمة بتحتوي على العث اللي بيحتوي على البكتيريا كالمكورات العنقودية والرشاشية السوداء اللي لما حد يستنشقها يجيله نزيف في الرئتين. بيقول دكتور ديوليف استاذ علم الوبائيات في جامعة هاواي ان مصر العليا اللي هي مصر بتاعتنا حاليا في عشرينات القرن العشرين، يعني اللي هو سنة 1920 مثلا، ما كانتش مكان صحي تماما. وفكرة ان مقبرة بقالها 3000 سنة تحت الارض بتحتوي على كائنات دقيقة ممكن تقتل اي انسان يحاول يقرب منها او يفتحها، دي حاجة صعبة تتصدق. وفعلا احنا ما شفناش في الوقت الحالي ولا عالم اثار ولا سايح واحد حصل له اي مشكلة بسبب سموم في المقابر، لكن اظن برضو ان اسطورة لعنة الفراعنة هتستمر معنا حبتين. في مقطع بقى انتشر على اليوتيوب لراهب بوذي وهو قاعد في زيت مغلي كده وبيصلي بهدوء جدا ومفيش اي حاجة، كسر كل قوانين الفيزياء عادي كده وهنسيبه في حاله، والناس طبعا اللي حواليه بيتبركوا بيه عن طريق ان هم بيدوله اي حاجه يلمسها وحسب اعتقادهم ان هو هيمدهم بحاجه من قوته وصحته. لكن عشان اكون صريح معاك في الموضوع، الخدعة دي ما دخلتش على كل الناس بمعنى الكلمه يعني. طيب تعالوا واحده واحده كده مع بعض، هو قاعد في الزيت المغلي والنار مولعه من تحته بس مفيش اي دليل ان الزيت اللي حواليه بيغلي، والطريقه الوحيده عشان نعرف اذا كان الزيت ده فعلا بيغلي ولا لا ان احنا نقيس درجه حرارته او يطلع اي حاجه كده. الزيت ما بيغليش فعلا، والمقله اللي هو فيها كمان شكلها غريب، فممكن يكون فيها حاجه عازله للحراره. وفي طريقه تانية برضو انه هو يحط ميه قبل الزيت، فالميه هنا هي اللي هتمتص الحراره لكن الزيت مش هيغلي. لكن ايا كان العمل ده بصراحة بطولي، يعني شوفوا الخطورة المصاحبة للموضوع ده، فسواء هي حقيقة او خدعة لازم نعترف ان هي متقنة جدا. لحد هنا خلصت حلقتنا، والمصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.